اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم في درس من دروس ديال باوربوينت. اليوم غتشوفوا كيفاش نديروا حتى نقادوا واحد الفلاير ولا البوستر من خلال باوربوينت. التقنيه ديال الفلاير ولا الباور ديال الفلاير من خلال باوربوينت كتكون سهله جدا، يكفي فقط استعمال بعض الادوات وافكار. عندي هنا واحد بوستر ولا فلاير اللي هي كتكون بيزاج بحال هكا. الطريقه ديال الهندسه ديالها سهله جدا. اول حاجه غنبدا واحد نوفل ديابوزيتيف، شوفوا كيفاش نقدروا اننا نقادوها. هنا عندنا واحد الاغيار بلون اللي على شكل صوره كما كتشوفون هنا، لو بوتون دووال ميزون فورم دو لاغيار بلون. Et après, on a un remplissage avec une image de texture. On a par défaut 4 GB la dernière photo qui est très bien. On a un fichier. On a la photo qui est très bien. D'abord, on a l'arrière-plan. On a le cadre. On a le color qui est violet. On a le cadre qui est l'opacité. On a le cadre qui est très bien. La réponse est très bien. On a l'insertion. كنقاد واحد ريكتونغل بحال هكا، كنختار ليه لا كولور. من بعد كنزيد ليه ترونسبارونس باش يعطيني الشكل بحال هكا. من بعد كنمشي لانسيرسيون، كندير واحد لاباغ كنقاد باللون الابيض. كنمشي للفورمات، كنحيد ليه لو كونتور كيفما كتشوفو. من بعد كنمشي للانسيرسيون، غادي يجبد دوك لي تروا لوغو لي غادي نخدم بيهم. هاهما بروميير لوغو، مزيان. ثم على تخوزيان كناخد شيفت، كنمشي للزاوية 90، كنحاول انني قاد لا فوتو في المركز اللي بغيت. نفس الطريقه في لو دوزيام لوغو، ثم كذلك التروازيام كندير كونترول زد، كونترول زد نضغط على جوج التروازيام لوغو. نحاول انني نصلح التباعد بيناتهم باش ما يعطينيش لي زيرو غير باش يبانو. هنا كاين عندي واحد الكونت تيتر بحال هاد الشكل هذا، هكا نصبو شوي نشوفو لا بروميير تيتر. نختار واحد التيتخ انا كيما كان، غادي نمشي لانسيرسيون لا زون دو تيكست بوطون دروا كونترول في. كندير دو بوا. من بعد كندير اونكرا. الطريقة راه سهلة بحال هكا، كنغير له اللون الابيض. من بعد كندير واحد السوتيف، كنختار هاد السوتيف هادي كتكون في الاسفل ديالو ديريكتومون. نختار واحد لا زون دو تيكست، كنترول ا باش سيليكسيوني كامل، كنديرها حوالي 20. من بعد كندير لا كولور بلون. دابا غادي يبقى ليا
الصور كيفاش نقدر انني نصيبهم دائريا. باش نقاد الصور دائريا كنمشينا سيكسيون كنختار هاد الكليبس من بعد كنكليكي على الشيفت عاد نقدر انني يخرج ليا واحد الدائره عندها نفس الشعاع الشيفت ضروري الا بنحرك كنكليكي على الشيفت من بعد كنكليكي على كونترول دي كونترول دي كونترول دي كتعطيني نفس الدائره بدون اي تغيير. من بعد ندير لو بوتون دووار هاد الدائره فورم دو لا فورم ندير ريبليساج افيك اون ايماج دو تيكستير وكنختار ليماج لي بغيت باغ اكزومبل نختار هادي هنا كذلك بوتون دووار ميزون فورم ريبليساج افيك اون ايماج دو تيكستير ندير فيشي كنختار ايماج لي بغيت نفس الطريقة هنا لو بوتون دووار فورم دو لا فورم خرج لي هادي en plus image de texture كنختار هادي دابا احنا اختارينا مسميتو دابا في فقط نوضع لهم الاسامي ديالهم بلا زون دو تيكست جون par exemple Smith كندير كونترول A هذا بالحجم اون غرا 500 من بعد كندير كونترول سي كونترول في كونترول في وكنحاول انني نغير اسامي ديالهم نزيد واحد التيتر لتحت باغ اكزومبل ندير فيها التاريخ مثلا فوندرودي سوف تشتي جانفي 2021 سير فيسبوك كان سيليكسيوني كان ناخد لا ميم اكريتور اللي كاين الفوق كان عم سيليكسيوني هادي بحال هكا صغير باش ما تدخلش ليا على ندير واحد لو سوتيتر اخر et maintenant pour plus d'infos la librairie on a besoin de texte à cliquer sur mon arrière mortel ça mon arrière il y en a ou là il y a déjà on va faire الكولور اللي كيكون هما اللي بعد الشيء وهذا كذلك نقدر انني نتلي على كولور نخليه باللون الرمادي بحال هكا لكن كندير كونترول ا غنقدر انني طيب. اذا كانت هذه هي النهايه ديال الفلاير الطريقه السهله اننا نقدروا اننا نردو على شكل صوره كنمشي في شيء اونجستريسيون باغ اكزومبل غنحطها في بيرو كنجي لهنا تيب ديالو غندير فورما جي بي جي فورما جي بي جي حتى فايل كنت هنا ونسميها فلاير كتبو ديال بوزيتيف يعني الاولى والثانيه اوكي دابا غنحاول انني نتاكد منها واش بالفعل تسجلات على شكل صوره
A معناها البروميير ديابوزيتيف هي لا دوزيام ديابوزيتيف. إذا كانت هذه هنا الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا استفدتوا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.